lockdown. There is no flight to come back home. Lockdown. To lock down the city. Lockdown. كيف حتكون حياتنا بعد هذا كله؟ في كتير أفكار بتراودنا، لكن دائما في بصيص أمل. دمشق أعلنت حالة الطوارئ 16/3/2020. هلا رجعت فتحت بوابها، رجعت فتحت الشام، فتحت الأسواق، المدن، رجعت الحياة مثل أول وأحسن. استطاعت دمشق تتغلب على هذا الفيروس. هلا رح أترككم مع مقاطع بسيطة أنا مصورها، أعطونا رأيكم. وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد. وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد. قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني في كل مكان. ومن تاني أكيد راجعين، أنا دايم وكل حنين، ولا عمري أبيع لوني. قصاد عيني ومش قادر على الأيام، ولا يوصف هوايا كلام، وطول ليلي ولما بنام. قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني في كل مكان. في يوم هنعود مكان، قصاد عيني في كل مكان. ومن تاني أكيد راجعين، أنا دايم وكل حنين، ولا عمري أبيع لوني. قصاد عيني ومش قادر على الأيام، ولا يوصف هوايا كلام، وطول ليلي ولما بنام. قصاد عيني، قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني في كل مكان. ومن تاني أكيد راجعين، أنا دايم وكل حنين، ولا عمري أبيع لومي. قصاد عيني ومش قادر على الأيام، ولا يوصف هوايا كلام، وطول ليلي ولما بنام. قصاد عيني، قصاد عيني
مكان.